بشيء من تقدير الموقف حسيت ان الولاد محتاجين الى مترجم دقيق. وبالفعل هو ده اللي حصل. بعد ما لموا الورق، فين الاخ المترجم؟ تعال. فابتدينا نتكلم مع الطيار ومع سلطات المطار الى اخره. المهم انه اقلعت الطياره متجهه في البدايه الى طرابلس القذافي، باعتبار انه دول بقى يعني اللي هيرحب بعمل النضال في سبيل فلسطين. القذافي رفض النزول، فروحنا دمشق، دمشق رفضت النزول. تصور بقى انه بعد دمشق قرروا انهم يروحوا عدن، في عدن رفضت النزول الطياره، الوقود بتاع الطياره ابتدى ينفد، فالطيار قال هنضطر النزول اضطراريا. عدن حطت على مدارج المطار عوائق عشان ما تنزلش الطيارة، فكان مستحيل انها تنزل على مدارج الطيران. راحوا حته اسمها جيبوتي اللي هو الصومال الفرنسي، فطلبوا، انا قلت لهم ما تقولوش ان الطياره دي هي اللي المخطوفه يعني اللي فيها رهائن، فنزلوا خارج المطار وفضلنا على الارض، وعدنا نعمل اتصالات مع بلدان كتيره جدا باللاسلكي على اساس ان يسمحوا للطياره انها تنزل، فكان في رفض. نزلنا مطار جيبوتي وليس في الطائره الا دقيقه واحده من الوقود، لو تاخرنا دقيقه كانت وقعت الطياره. نزلونا طبعا في آخر المطار، وتمت مفاوضات كثيرة وشاقة جدا بيننا وبين المطار جيبوتي وبين لاركا وبين أبروس وإلى آخره. انتهى الأمر بعودة الطيارة إلى مطار لاركا مرة تانية بعد موافقة الأبارسة ورئاسة الجمهورية الأبروسية. في يوم 19 من فبراير شباط عام 1978 أقيمت المراسم الجنائزية لدفن يوسف السباعي، ولم يحضر الرئيس السادات الجنازة، لكنه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك ووزير الدفاع عبد الغني الجمصي. وقد شهدت مراسم الجنازة ردود أفعال شعبية ورسمية ضد القضية الفلسطينية. استغلت هذه الواقعة البشعة للفتك بالفلسطينية، وأذكر يومها أنهم ألقوا بواحد من المترو فمات فلسطيني، وصارت عمليات اعتداء في المدارس كثيرة لأنه الإعلام المصري أخذ يحرض بقسوة ضد الفلسطينيين. أنا لا أنسى أبداً أنه في جنازة يوسف المرحوم يوسف السباعي أن المواطنين المصريين حد كده سافل، يعني هو سافل، طلع في الجنازة وقال لا فلسطين بعد اليوم، والناس من غضبها ومشاعر رددت هذا الهتاف. جت للسادات على الطبطاب، كان ينتظرها، فحرم الفلسطينيين من كل حقوق المواطنة التي كانوا يتمتعون بها في مصر، اللي كان عبد الناصر رحمه الله أعطاهم إياها سنة 54. قصة حياة عاشت ثورة، عاشت حلما بالتغيير. ما كانش في تلفزيون طبعا في وقتنا ولا حاجة. رصد، سجل وصور حياة واقع، شهادة أصبحت فيلما. أنا عمري ما عملت فيلم اتعرض علي.
علي بدرخان في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. بحث في زمن الأباطرة يعيد الأحداث بتفاصيلها، يجعلنا شهودا على معارك ومؤامرات. على استبداد وثورات. شهودا على التاريخ عندما يتحدث. روما القديمة، صعود وسقوط الإمبراطورية في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. الجمعة سيكون يوما للجميع مليئا بالأفلام الوثائقية المختارة. سنعرض فيلما جديدا، سهرة وثائقية ممتعة، فلا تفوتوا فرصة مشاهدة الفيلم كاملا كل ليلة جمعة على الجزيرة الوثائقية. لم يتأخر السادات في الرد على جريمة اغتيال السباعي، فأرسل في اليوم التالي طائرة تقل مجموعة من رجال الصاعقة إلى قبرص بغرض القبض على القاتلين وتحرير الرهائن المحتجزين على متن الطائرة القبرصية. وفي السادسة مساء طلب قائد الطائرة العسكرية المصرية رخصة للهبوط في مطار الأرنكة، مدعيا أن على متن الطائرة وزيرا مصريا حضر خصيصا للتفاوض مع القاتلين. أنا خدت العربية وطلعت على المطار، لقيت كبريانو الرئيس القبرصي واقف في البرج وحوالينه وزراء. كتلي برقية من مصر إن وزير الإعلام جاي عشان يتفاوض في موضوع الرهائن والمختطفين. بلغت رئيس الجمهورية كبريانو، فقام قال لي طيب لما تيجي الطيارة خد معاك وزير فلان عشان تستقبلهم لوزير. لقينا طيارة غريبة جدا C-130 عسكرية جاية، وقفوها في آخر المطار. هبط أحد جنود الصاعقة للإستطلاع، وسرعان ما تأكد للقبارصة أن على متن الطائرة وحدة قوات خاصة مصرية مجهزة بالأسلحة، فحذرت الحكومة القبرصية القوات المصرية من مهاجمة طائرة الرهائن. فرحت مع الوزير القبرصي ودخلنا الطيارة ديت، لقيت واحد لابس صاعقة ونازل جري بيقول لي فين الملحق العسكري؟ قلت له أنا السفير. قال لي بصراحة أنا جاي أعمل عملية فدائية لتخليص الرهائن من المختطفين. كانت الطيارة اللي هي بتاعة المختطفين واقفة بعيد عن الطيارة اللي فيها وزير الإعلام الذي قيل أنه وزير إعلام وطلع أنه هو قائد الصاعقة. رحت الرئيس الجمهورية كبريانو، لقيته وشه أحمر ومنزعج جدا، فقابلني بعاصفة من قال لي انتوا جايين تحتلوا قبرص، انتوا ايه مصريين؟ حد قال لكم ان كنتوا تيجوا؟ قلت له دي مصر جايه علشان خاطر تساعدك انك تخلصك من المختطفين. قال لي انا دوله محترمه وانا ازاي ان كنتوا تعملوا كده؟ قلت له انا اديك وعد شرف ان ما حدش هينزل من الطياره الا باذنك، وان دول جايين تحت ات يور سيرفيس، جايين يخدموك ومش عايزين أي حاجة غير فك الرهائن
وإيقاف المختطفين والقبض عليهم. كان القبارصة قد توصلوا في تلك الأثناء إلى اتفاق مع القاتلين على إطلاق سراح الرهائن مقابل الحصول على جوازات سفر قبرصية. أعتقد أنهما كانا بسيطا العقل، كانوا يتفاوضون لكي نمنحهم جوازات سفر ليذهبوا بها إلى اليونان ويسلموا أسلحتهم. أرادوا أن يتم تصويرهم. قلت لهم إننا يمكننا أن نمنحهم وثيقة مرور، ولكنهم أصروا أن يتم تصويرهم. لم تكن لدينا كاميرا هناك، فأرسلنا لإحضار كاميرا من لارنكا. معلوماتنا في المطار أن زعيم الحزب الاشتراكي القبرصي لزاريدس كان شبه توصل لاتفاق مع المختطفين أنهم حيسافروا وحيجيب لهم باسبورات بناء عن طلبهم في مقابل أن يسلموا الرهائن، وكان السلم فعلا موجود والموضوع يعني في سبيله للحل. فالمسائل أصبحت منتهية تقريبا، لذلك نحن لما نزلنا في لارنكا وما كانوش عارفين إيه اللي بيحصل، قالوا خلاص يا إخوان نحن هننزل وبتاع ومسائل يعني، والناس بدأت، اللي بدأ يروح يسرح شعره، واللي بدأ يلبس الجاكيتة، واللي بدأ يغسل وشه عشان هننزل. ما لبث قائد قوات الصاعقة المصرية بإعطاء أوامره بالهجوم الشامل على الطائرة القبرصية. ومع بدء الهجوم المصري هاجمت قوات الحرس الوطني القبرصي قوات الصاعقة المصرية، ودارت بينهما معركة استمرت قرابة 50 دقيقة، وأسفرت عن تدمير الطائرة العسكرية المصرية، وقتل 15 من رجال الصاعقة المصريين، وجرح ما يزيد على 80 مصابا من الطرفين، وتم القبض على من تبقى من القوات الصاعقة المصرية. ما فاتش 5 دقائق على هذا الموضوع إلا ما لقينا طيارة عربية جيب نازلة من الطيارة وقاعدين يضربهم في الهواء بالبنادق. الأبرصة كانوا ضدنا وجالهم هرع وضربهم، موتهم 15 عسكري مصري من الصاعقة، وضربوا قنبلة خلت مقدمة الطيارة فحم والطيارين ماتوا. رئيس الجمهورية كان موجود في برج المطار. المصريين اتجهوا للطيارة وللبرج، مما أصبح تهديدا لرئاسة الجمهورية. ردت قوات قبرصية نظامية ومن الميليشيات العسكرية الحزبية اللي موجودة في قبرص. طبعا بعد لحظات سمعنا أصوات استغاثة من ضباط مصريين، يعني أنا سمعت واحد بيقول دكتور ضابط مجروح تحت الطيارة. توقفت المعركة، الدنيا اتقلبت. طبعا كان في أنواع من أنواع يعني معركة حقيقية حرب. مجرد ما ابتدت ضرب النار يخف، فوجئت بباب الطيارة اتفتح وخرج منها الصحفي المصري كمال بهاء الدين رافع منديل أبيض، وطلب وقف إطلاق النار لأن في إن المختطفين حيسلموا نفسهم. فلما حصل طبعا النداء بتاعه كله توقف، ونزلوا من على السلم الركاب مع الرهائن مع المختطفين، واندفع عليهم الأمن القبرصي. قبض طبعا على العساكر المصرية وحيدت الطائرة إلى آخره، ونزلنا في من السلم، ويعني مشهد كان مؤلم أشد الإلام، إنك تلاقي جنود مصريين جثثهم مرمية تحت الطيارة مقتولين. دول كانوا لو طلعوا السلم كانوا قتلوك. لما يطلعوا في الطيارة هيعرفوا مين الرهائن ومين المختطفين. ترددت أنباء تفيد بأن أفرادا من منظمة التحرير الفلسطينية قد قاتلوا إلى جوار القوات القبرصية ضد فرقة الصاعقة المصرية.